تم إغلاق بار مدينة الرمادي وتحديدا في منطقة الصوفية من قبل قائم مقامية مدينة الرمادي والحكومة المحلية. شكر مبذول لكل القائمين على إغلاق هذا البار المتواجد في شارع 40 قرب مطعم الريان. هذا البار يعني سبب مشاكل كثيرة وأذى للمواطنين. دعوات كبيرة من أهالي محافظة الأنباط بضرورة إغلاق كل البارات في المحافظة كون المحافظة ذو طابع عشائري. قد تصل إلى نسبة أكثر من 90% من هذه المحلات هي غير مجاز. المحلات مو فقط تحولت إلى محلات مشروبات كحولية، لا، اليوم أغلب هذه المحلات قاعدة تجينا يعني معلومات إنه بدأت تروج للمخدرات وبيع يعني الأشياء المحظورة. فيما يخص محل بيع المشروبات الكحولية هو مواقع هذه المحال، وكمثال إحنا اليوم متواجدين بشارع أبو نواس، وهذا هو الوضع ليلا. عشرات السيارات متوقفة بأماكن ما مخصصة للوقوف. نفس هذا الموقف إذا توقفت به بالنهار راح يجيك أبو المرور ويطبق بحقك كل الإجراءات القانونية، عكس الوضع بالليل، الوضع شبه منفلت. المشكلة في هذه المحلات لا أخو، يعني رؤوس كبار واقفة وراء هذه المحلات، خاصة المحلات الكبيرة. أي هنا المشكلة. أن المسؤولين عنها ضباط بالعسكريين، يعني للأسف يعني قادة عسكريين.